هاي يا جماعه، تعالوا اقول لكم على 3 حاجات محتاجين تعرفوها قبل ما تروحوا الانترفيو. اول حاجه محتاجين تعرفوا اللوكيشن بتاع المكان اللي انتوا رايحينه. اكيد طبعا هتبقوا عارفين الشركه فين، بس انتوا محتاجين تشوفوا في الوقت ده على الجي بي اس المكان هيكون بياخد وقت قد ايه، لو هتاخد مواصلات هتاخدها ازاي. ما ينفعش تتفاجئ قبل الانترفيو بكام ساعه، انت هتتحرك ازاي، فممكن تتاخر، يبقى السكه زحمه، في طرق مقفوله، فمحتاج تعرف ده قبل الانترفيو بيوم او يومين على الاقل. ثاني حاجه وهي انك تقرا كويس قوي قوي الجوب ديسكريبشن اللي انت رايح عليها. لما بتيجي تقدم على وظيفه بيكون غالبا في بوست مكتوب فيه الحاجات اللي محتاجينها في الشغل ده، فده هيبقى صلب الاسئله اللي هتتسال فيها، فبقراها كويس تقدر تحضر نفسك كويس. تالت حاجه محتاج تجهز لها قبل الانترفيو وهي اللبس. محتاج تجهز لبس فورمال وشكله حلو. اتس اوكي لو سالت في الانترفيو اللي على التليفون او لو هتحدد مع حد معايا الانترفيو تقول له اللبس ايه، سيمي فورمال ولا فورمال، لان في اماكن عادي مش لازم تلبس بليزر وبنطلون وفول سوت، ممكن تلبس قميص وبنطلون. ممكن تسال على ده الاول عشان ممكن تروح اوفر قوي وممكن تروح نص نص، فاحنا عايزينك تروح قمر وزي الفل. قولوا لي لو عايزين فيديوهات زي دي تاني في الكومنت.